أسعد الله مساءكم إخوتنا متابعينا ومشاهدينا. هذه حلقة مميزة، إنها حقوق الإنسان والمئوية الثانية. هذا اللقاء كما كل لقاءاتنا تتجدد معكم وبكم. نحن اليوم في صرح كريم عنوانه الوطن وكرامة إنسانه. اليوم ندخل معكم إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان. القصة تبدأ قبل 20 ونيف من السنين، مع مطلع الألفية الثالثة، في مطلع عهد الملك المعزز عبد الله الثاني في شهر آذار عام 2000. بدأت القصة بلجنة ملكية ترأسها أم الحسين ورفيقة أبي الحسين، وجاء تشكيلها ترجمة لإرادة ملك غايته كرامة الإنسان الأردني، إنها اللجنة الملكية لحقوق الإنسان. ومن رحم الوطن ومن فكر عبد الله وبإرادته خرج المولود الجديد عام 2006، المركز الوطني لحقوق الإنسان. وجاء هذا المركز لكي يحتل ليس فقط قصر الضيافة، ولكن أيضا ليحتل موقعه كمؤسسة تمثل ضمير الوطن وصوت الوطن وعين الوطن، والأهم أن يكون قلب الوطن الساعي لتحقيق فكر القائد في كرامة الإنسان. في هذا المساء ضيفي هو الأستاذ الدكتور رحي الغرايبة، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. مساء الخير يا سيدي. أهلا وسهلا، مساء الخير، شرفتنا يا سيدي. أتشرف يعني بهذا اللقاء، وشكرا لكم ولقناتكم حقيقة بالاهتمام بهذا الموضوع في غاية الأهمية، وإن شاء الله أنها تكون يعني لقاء مثمر وعلى تواصل مع متابعينك ومشاهدينك إن شاء الله. شكرا سيدي. أنا بالبداية وإحنا عندك هون منرحب فيك في برنامجنا، إحنا ضيوفك. أهلا وسهلا. فنحن ومتابعونا نقول لك يعطيك العافية، بالأمس نبارك لكم إنجازا جديدا لهذا المركز في عهدكم، التقرير السنوي لحقوق الإنسان 2020. مبروك يا سيدي. بارك الله بكم، وهذا يعني بالمشاركة معكم الأب نبيل والزملاء معنا في مجلس الأمناء وكل كادر المركز الوطني لحقوق الإنسان والفريق المتخصص الذي أشرف على التقرير. يعني هذا التقرير عطوفتك هو ثمرة جهد المركز ومتابعاته في عام 2020. أنت الآن آت إلينا من لقاء مع دولة رئيس الوزراء، سلمتم نسخة لدولة الرئيس، وقبل أيام تشرفتم بلقاء جلالة الملك، وكان لقاء طيبا وحميميا، وعزز هذه الروح الموجودة عندكم كرئيس لمجلس أمناء المركز الوطني ولفريقكم وللأردنيين. نتوقف عند هذا اللقاء الطيب. الحقيقة أولا كما تعلم ويعلم كثير من المشاهدين والمتابعين أن المركز الوطني لحقوق الإنسان فكرة نشأت بإرادة ملكية من قبل ما يصل تقريبا إلى 20 عام، ونمت هذه الفكرة وتجسدت بهذا الصرح الذي أشدت به منذ البدء،
والحقيقة المركز الوطني، هذه الهيئة الوطنية المستقلة الذي يقوم بدور كبير ومهم في حماية وصيانة حقوق الإنسان على الأرض الأردنية. الحقيقة أصبح المركز الوطني الآن بمرتبة عالية وجيدة. ربما كانت الفكرة الأولى على مستوى المنطقة، المركز الآن عضو بالشبكة العربية للمراكز الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا عضو فاعل بالشبكة الإقليمية على مستوى المنطقة التي مركزها في سؤول في كوريا، ونحن أيضا عضو بالشبكة العالمية لمراكز حقوق الإنسان في العالم. وتصنيف المركز بحمد الله حاز على التصنيف المرتبة الأولى، يعني التصنيفات في A وB وG، إحنا مرتبة A. نعم. ونتمنى أن المركز يبقى في تصاعد إن شاء الله. نعم. نعم. وفي نجاح حتى يبقى محافظ على هذا التصنيف وعلى نعم. هذا الترتيب. إحنا حقيقة من نشاطات المركز رصد حالة حقوق الإنسان في الأردن على مدار العام. نعم. ويمكن هذا التقرير بشكل سجل نشاط المركز خلال العام في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. نعم. ولذلك رصده لحالة حقوق الإنسان عادة ما يتم تصديرها في مجلد بتقرير سنوي، وهذا التقرير يسلم أولا إلى جلالة الملك. وإحنا الحقيقة قبل أيام سلمنا هذا التقرير لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وكان هذا التسليم وهذا اللقاء عنوان حقيقة لكل مؤسسات الدولة من أجل الاهتمام ليكون هذا التقرير على جدول أعمال الحكومة وعلى جدول أعمال الوزارات والمؤسسات وكل مؤسسات إنفاذ القانون وكل من لهم علاقة في مجال حقوق الإنسان. أيضا نحن أشهرنا التقرير في البارحة، وهذا التقرير أصبح الآن متاح لكل وسائل الإعلام ومتاح لكل أهل الاهتمام. والحقيقة نحن يعني نشاطنا نتعامل بالأرقام والمعلومات بشفافية. بشفافية، نعم نعم. ونود نحن بالتركيز على الإيجابيات والنجاحات التي تمت، نعم، سواء التي أشار إليها المركز أو من تعاون مع المركز بها. نعم. وأيضا في الوقت نفسه نحن نشير إلى بعض الخلل وبعض مواطن الانتهاك. نعم. من أجل تحسين الصورة بشكل دائم ومستمر. وإشارتنا إلى مواطن الانتهاك وبعض المواطن القصور ليس من أجل التشهير ولا التشويه الحقيقة، وإنما هي من أجل وضعها بين أيدي أصحاب المسؤولية. نعم. لنتعاون جميعا على تلافي هذا القصور ومعالجة الخلل حتى تكون الدولة الأردنية قادرة على تقديم أو صيانة حق الإنسان على الأرض الأردنية بكل كفاءة. ونحن بإذن الله سوف نبقى على هذا الطريق متعاونين مع كل صاحب همة وكل المهتمين في هذا المجال لصيانة حقوق الإنسان على الأرض الأردنية، سواء كان مواطنا أو غير مواطن. ولذلك حتى ضيوفنا الذين يأتون للأردن نتمنى أن نكون قادرين على حماية حرياتهم وصيانة كرامتهم ما زالوا في أرضنا وفي ضيافة الأردن. عطوفة الرئيس، التقرير يتحدث عن حالة حقوق الإنسان 2020 سنة الكورونا، سنة الجائحة. كيف ترون تعاطي وتعامل المجتمع الأردني، الدولة الأردنية، الحكومة الأردنية مع نتائج وما تسببت به هذه الجائحة؟ كيف ترون حالة حقوق الإنسان وسط هذا الإرباك والتبعثر الذي أصاب ليس المجتمع الأردني وإنما العالم كله؟ في الحقيقة نعم، يعني ظرف كورونا كان ظرفا استثنائيا مرت به الأردن والمنطقة، بل مر به العالم كله. نعم. والحقيقة يمكن كورونا أربكت كل الدول. نعم. في كيفية التعامل. صحيح. مع هذا الحدث الجديد. نعم. والأردن
أنا برأيي أنا بذلت جهدها في التعاون مع هذا الحدث بكفاءة. وإحنا ما يهمنا منذ صدور أوامر الدفاع المستندة إلى مادة الدستور في هذا الشأن حقيقة نبهنا إلى ما يلي. قلنا أنه أوامر الدفاع ظرف استثنائي، أحيانا الظرف يفرضه على معالجة هذا الحدث، لكن ما نود حقيقة أن تكون هذه المعالجات لا تمس حقوق الإنسان ولا تنتقص من حريات الإنسان في حرية التعبير، وأيضا لا تؤثر على حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن لا يكون الانغماس في مواجهة كورونا على حساب المرضى وعلى أصحاب الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في أضيق نطاق. في أضيق نطاق. وأنا أعتقد أنه توجيه جلالة الملك في هذه المسألة تماما كان يركز على هذه المسألة بالتمام، ولذلك نحن نعتبر توجيه جلالة الملك للحكومة في اتخاذها أوامر الدفاع ألا تمس حقوق الإنسان ولا تؤثر على حالته المعيشية هي الموجه للمركز في رصد تعامل الحكومة والأجهزة مع الإنسان الأردني ومع الإنسان هنا في الأردن ضمن هذه المساحة وضمن هذا التوجيه. إذا أردت أن تقول يعني هل هناك فعلا مساس كان بالحقوق، إحنا الحقيقة رصدنا يمكن ثلاث مؤشرات أنا برأيي أنها جيد أن ينتبه لها المسؤولون في الأردن، وأعتقد أنه هذا يتفاوت فيه الدول والأقطار بحسب إمكانياتها وبحسب دخلها وإنتاجها الدخل العام. يمكن المؤشر الأول كان فيما يتعلق بالحق الصحي أو الحقوق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة. فيما يتعلق بكورونا أنا برأيي كانت النجاح فيها جيد، أما أين كان التأثير على المرضى الآخرون مرضى الآخرين؟ لأنه جذب انتباه الحكومة ووزارة الصحة هذا المرض والتعامل معه صحيح. على حساب الأمراض الأخرى اللي كانت المستشفيات المزمنة ولذلك هؤلاء إحنا اللي أشرنا الحكومة فيما يخص منه. الأصل الحقيقة أنه يكون فيه جهاز مختص بهذه المسألة يتولى الرعاية، لكن لا تنشغل وزارة الصحة والحكومة بها على وجه التحديد لوحدها. أما المجال الثاني فيما يتعلق بالتربية والتعليم، أعتقد أنه هذا كان تحدي ضخم وكبير جدا. يمكن الأردن والعالم كله توجه نحو التعليم عن بعد. إحنا حقيقة تفاجأنا بقدرة تهيئة أبنائنا في مختلف المناطق لكيفية التعامل بالتعليم عن بعد، لأنه وجدنا شرائح كثيرة في القرى والمناطق النائية ليسوا مهيئين للتعليم عن بعد. كثير من العائلات وكثير من الطلاب ليس عندهم أجهزة ذكية، ليس عندهم لابتوبات، بل العائلة لا تستطيع أن توفر لكل ابن من أبنائها هذا الجهاز حتى يتلقى تعليمه. أنا برأيي كان في هنا يعني نقطة في غاية أنا برأيي الخطورة ويجب الانتباه إليها، لأنه حدث فجوة تعليمية في هذين العامين. وعلى الحكومة والوزارة أن يكون همها الشاغل كيفية ردم هذه الفجوة التي حدثت خلال هذا العام السابق وهذا العام. هل أشرتم إلى هكذا توصية؟ تماما في تقرير يعني هذه من أهم أنا برأيي التوصيات اللي أشار إليها التقرير بوضوح وبالخط الأحمر في تلافي ما تعرض له كثير عدد لا بأس به من الطلاب فيما يسمى بالفاقد التعليمي. طبعا الوزارة عملت برنامج فاقد تعليمي ربما لمدة 3 أسابيع في بدء العام الدراسي لكن برأيي أن هذه 3 أسابيع لا يمكن أن تكون قادرة على تعويض عام بأكمله. ولذلك هذا بده خط الطوارئ من التربية. كيف ترصد هذا الخلل وترصد هذه الفجوة بدقة وكيف تتعامل معها. وأنا أعتقد لا نعدم الوسيلة
وعندنا من الكفاءات والقدرات التعليمية والتربوية في الأردن ما نستطيع أن نضاعف الجهد من أجل تلافي هذا الخلل. أما المجال الثالث أب نبيل حقيقة فيما يتعلق بحق العمال والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وحقهم بالعمل، وين كان التأثير الأكبر اللي رصدناه إحنا المركز؟ وأظن أنه هذا يعني يوافقنا بذلك كثير من المهتمين وأصحاب الشأن وهم أصحاب الأعمال اليومية، هؤلاء الذين تعطل. يعني في كثير إحنا عندنا شريحة بيلتقط رزقه في اليوم، زي عمال المياومة، زي المحلات الصغيرة، صالونات الحلاقة، التصليحات، الورشات إلى غير ذلك، هذا كله توظف، هذا ما له راتب. وأيضا كثير منهم ليسوا مشمولين بمظلة التأمين الضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي. أنا برأيي هذه الفئة حقيقة أشرنا لها أنها يجب أن تكون في عناية الحكومة، هذه الفئة التي أصابها الضرر الأكبر، لأن الموظفين خاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص انتبهت الحكومة لهم ومنعت تسريحهم من العمل أثناء الوقف. والعمال وموظفي الحكومة بقيت رواتبهم تجري كما هي. لكن الحقيقة الفئة الأوسع أنا برأيي وهي أكثر عددا من الموظفين هذه الفئة التي تكلمنا عنها، هذا رتب عليه زيادة عدد أرقام البطالة. ارتفعت أرقام البطالة وارتفعت نسبة شرائح الفقر لدينا، وأعتقد أنه هذا العام أو هذه السنة سنة كورونا بنعتبرها سنة قحط، كانت في كثير من العائلات سقطت تحت خط الفقر المدقع. وأعداد البطالة أيضا زادت لأنه الأعمال ما عادت متوفرة والمساحات، بالعكس كثير من الشركات بتستغني عن اللي عندها لأنه توقف كثير من الأعمال. الآن إلى أن تتحرك العجلة، وأنا أعتقد الآن بدأت العجلة، بداية التعافي وبدأ الانفتاح. وإحنا الآن يعني في بدايات خطة التعافي الاقتصادي، أنا أعتقد أنه هذه المسألة أيضا إحنا أشرنا لها في التقرير. يعني بقدر أقول أنه هذه المؤشرات الثلاث اللي يقترب فيها الخط بالأحمر، صحة تعليم، صحة وتعليم وعمل، هذه وضعناها إحنا أمام الحكومة وأمام الجهات المختصة. سيدي هذا التقرير هو رصد يقوم به المركز، هناك مسؤوليات أخرى على المركز الوطني، أنتم تتابعون ما يكتب وما يرصد وما نقرأه في تقارير دولية، التقارير الدولية التي تتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الأردن بعضها يعني يمكن أن لا يعرف كاتبها يعني شيئا، ولكن قد تكون بمزاجية، في وقت نرى أن بعض التقارير الأخرى تسجل ما ترصده من انتهاكات، من أخطاء. كيف يعمل المركز الوطني في تبيان وتصحيح الخطأ في التقرير، وكيف يسعى المركز في لفت انتباه المسؤولين إلى مصداقية ما يأتي في مثل هذه التقارير؟ يعني هذا المركز هو هيئة وطنية، وكما قلنا عنه هو يشكل ضمير هذا الوطن في حماية كرامة الإنسان وحقوقه. هناك خصوصية للأردن، خصوصية لمجتمعنا، يعني ليس المطلوب أن نسقط ما تريده أو ما تكتبه هيئات خارجية، ولكن إلى أي مدى أنتم توائمون بين ما ينبغي أن نقوم به وما يحرص على أن يحافظ على الخصوصية الأردنية؟ بالتأكيد يعني ربما هذا السؤال يمس جوهر
مهمة المركز الوطني لحقوق الإنسان الرئيسي، إنه هذه رقابة ذاتية من الذات على الذات. نعم. نحن لا نتعامل مع حقوق الإنسان من أجل إرضاء أي جهة. نعم. خارجية أو غير خارجية. نعم. ولا نأمل من هذه التقارير وهذه رصد الحالات أي مردود مادي أو غير مادي. نعم. نحن حقيقة المركز يتحرى أن يرصد الحالة كما هي بدقة. نعم. ولا يجامل ولا يبالغ. نعم. يعني نحن نتحقق مما يحدث ونرصد كل التقارير وكل الأقوال وكل المقالات التي وبحيادية، لكن نحن حقيقة نحاول إنه نحن نرى بأنفسنا. نعم. ونبعث فرق الاستطلاع والرصد لدينا. نعم. لمشاهدة هذه الحالة للوقوف عليها بدقة، وليس كما ينقل الإعلام وليس كما ينقل المشاهدون. نعم. الآخرون عن بعد. ولذلك احنا بفضل الله يعني المركز الوطني يحظى بمصداقية عالية. نعم. لأنه لا يتعامل بالشائعات ولا بالانطباعات، نحن نتعامل مع الحقائق كما هي، ونوصل الحقيقة إلى أصحابها بدقة أيضا حتى لو كانت موجعة. نعم. يعني مثلا إحنا على سبيل المثال رصدنا الانتخابات النيابية. نعم. رصدا الانتخابات النيابية إحنا بعثنا مندوبيننا اللي يمكن يصل عددهم ما يصل إلى 1700 مندوب. نعم. موزعين على مراكز الاقتراع والمحافظات. نعم. وعلى صلة مباشرة تماما ما يحدث بنقلوه أولا بأول إلى هنا عبر تطبيق إلكتروني دقيق، وبنتأكد أنه المندوب موجود في موقعه. نعم. في موقع الحدث. نعم. وعلى فكرة كل الحقائق اللي إحنا نقلناها ما شاهدنا، يعني في أمور كثيرة ما شاهدناها ما كتبنا عنها. إحنا قابلنا الناس، قابلنا ماذا تعرضوا له، قابلنا التي رأيناها، صورنا بعض الأحداث. نعم. ولذلك إحنا يعني كنا أمام هنا حالة وطنية مهمة، وأردنا أن نضع الحقيقة أمام جلالة الملك وأمام الحكومة وأمام الجهات المختصة كما هي. ربما أحيانا قول الحقيقة يزعج بعض الأطراف طبعا. نعم. لكن هذا صحيح. أنا برأيي تحملناه طبعا، وإحنا أردنا أن نقول أنه نأمل من المركز أن يكون عين جلالة الملك على ما يجري بدقة، وأنا برأيي المركز إذا رأى شيئا ولم ينقله كما هو هم نعتبر أن المركز خان أمانته، ولذلك نحن نتعامل مع هذه المسألة بدقة. وبنفس الوقت أيضا لا نجامل، لكن الشيء المهم جدا أنه لا نبالغ ولا ننقل أحداث غير صحيحة حتى لو تم إشاعتها دون أن يتأكد منها المركز. ولذلك ثق تماما، وأريد أن يثق كل المتابعين وكل المشاهدين، أنه نحن ما نكتبه في تقاريرنا مشاهدات مرصودة من فرق المركز ومعلومات نحن حزنا عليها بطريقة موضوعية وعلمية. الأرقام اللي حصلنا عليها أيضا أحيانا نفس الحكومة بنصدموا بالأرقام، لكن هاي الأرقام احنا أخذناها من الأجهزة الحكومية. يعني لما نرصد مثلا أعداد الموقوفين إداريا، بنرصد أعداد الموقوفين قضائيا وأعداد المحكومين وغير ذلك، احنا ما بنجيب أرقام من عندنا، احنا بنذهب إلى الجهة المختصة وبناخذ من السجلات الحقيقية لدينا. نعم. نعم. ولذلك الأرقام المرصودة لدينا هي المرجعية. نعم. وكثير من الذين يتعاملون مع الأرقام من يتعامل بهذا الحق في حقوق الإنسان. نعم. من القطاع الخاص هم يعتمدون على تقرير المركز، لأنه هو الجهة المخولة وقانونها يفرض على كل جهة أن تزودنا بالمعلومة الدقيقة. نعم. ولذلك إحنا قانون المركز يحتم على الجهة التي نسألها أن تجيب على السؤال، ولذلك المعلومات اللي لدينا معلومات موثقة ودقيقة من سجلات المؤسسات المختصة. دكتور الحيل، يعني المركز يرصد ويسجل انتهاكات ومخالفات، قصور هنا قصور هناك، هل هناك متابعة عندما تقدم هذه المعلومة إلى صاحب القرار إلى الجهة المسؤولة؟
هل هناك في أدوات وسائل لمتابعة التصحيح؟ ما هي الخطوات التي تلي لفت نظر الجهة ذات العلاقة حول انتهاك أو مخالفة ما؟ احنا الحقيقة كل المواطن الانتهاك والقصور نبعثها إلى كل جهة ما يتعلق بها. نعم. في بعض هذه الجهات تستقبل هذه المراسلات باهتمام، وفي بعضها يسعى فعلا إلى الإصلاح والتصحيح. نعم. لكن الاهتمام متفاوت بين المؤسسات. نعم. فإحنا عادة في كل تقرير نرصد ما هي التوصيات التي تم تنفيذها وما هي التوصيات التي لم تتم. ولذلك احنا اذا بتلاحظ في عندنا بعض التوصيات القديمه منذ السابق ما بنهملها، يعني في بنقول انه في بعض التوصيات التي اشرنا لها في سنوات سابقه نعم. ما زالت موجوده ولم يتم معالجتها. اضرب لك مثال. نعم. حدث في قضيه أثيرت بالإعلام حول بعض الانتهاكات التي حدثت لبعض العمال الوافدين في مهاجع بعض المصانع في بعض المناطق الصناعية. نعم. طبعا المركز لما رجعنا لما تم إثارته وجدنا وحكينا مع رئيس الوزراء والوزير المختص وجبنا الكتب السابقة التي أشرنا لها في هذا الموضوع اللي قبل أكثر من سنتين، وقلنا يا دولة الرئيس نحن أشرنا إلى هذا الموضوع وخاطبنا وزيركم السابق للعمل في سنة كذا. نعم. وأشرنا إلى هذا الخلل، لكن هذا الخلل ما زال موجود حتى الآن. نعم. ولذلك فعلا نحن بحثنا عن الكتب القديمة ومراسلاتنا القديمة التي أشرنا فيها إلى مثل هذا الخلل اللي طفى على سطح الإعلام وتم نشره، وفي بعض العمال طبعا وصلها الى جهات خارجيه. طبعا في شيء احنا نبهنا الى الحكومه قلنا له ترى الان ما في شيء مخبأ، والان وسائل التواصل الاجتماعي تجعل اي واحد يتواصل مع اي جهه، ولذلك ما عاد هناك في قدره على تخبئه الاحداث ولا اهمالها. نعم. ولذلك في شخص اجى امام المركز بده يعتصم، تم استدعائه من جهاز الأمن، رأسا وصل هذا الخبر لجنيف وتم الاتصال فينا حول هذا الحدث. ولذلك قلنا احنا لمدير الأمن العام والأجهزة إنفاذ القانون لا تفكروا انه هاي المسائل يمكن التغطية عليها الآن، تغيرت الظروف، تغيرت الأزمان، أصبحت الأحداث مكشوفة، ولذلك نحن ليسنا أمامنا حقيقة إلا أن نرفع من كفاءة التعامل وسرعة التعامل مع هذه الأحداث وليس الطبطب عليها. دكتور، حقوق الإنسان في الأردن هناك ترون في إيجابيات؟ أين يعني أبرز الإيجابيات في ممارسة ثقافة حقوق الإنسان في الأردن؟ طبعا التعامل مع هذه المسألة أنا برأي حقوق الإنسان هي ثقافة عامة. نعم. ومنظومة متكاملة. نعم. أنا برأيي الدرجة الأولى هي أن يعي صاحب الحق بحقه أولا، ومن أهم درجات المحافظة على الحق أن يعمد صاحب الحق للمحافظة على حقه، ويجب أن نمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه. نعم. ويجب أن نمكن صاحب المظلمة من توصيل مظلمته. نعم. أول درجة من درجات التعاون هو المظلوم نفسه وصاحب الحق نفسه، وهذه حقيقة تحتاج إلى وعي، وأنا أعتقد أنه درجة الوعي تزداد. يعني الناس بالحديث الآن عن حقوقهم وحرياتهم تزداد حقيقة. إحنا على فكرة يعني لو نرصد أعداد مثلا المتظاهرين وأعداد الخروجات وأعداد، إحنا بنعتبر أنه هذا مظهر صحي، لأنه بتزيد مساحة التعبير عن الرأي وبتزيد مساحة التمسك بالحق، وهذا أنا برأيي شيء إيجابي. أيضا وسيلة التعبير عن الحقوق في الوسائل المتاحة أصبحت وسيلة مهمة، لكن إحنا يعني ما نرجوه أنه الذي يعبر عن حقه يعبر بطريقة سليمة وضمن القانون.
ولذلك أنا في هذه المسألة على فكرة المركز ما بيكتفي فقط بالرصد وأخذ الشكاوى. إحنا عندنا وحدة خاصة بالتدريب، يعني إحنا بندرب أفراد الأمن العام، بندرب أفراد القضاء، بندرب معلمين تربية إلى غير ذلك على حقوق الإنسان، وهذه الدورات متوالية وكثيرة ولا تنتهي طوال العام. وإحنا نعتبر أن هذا النوع من الدورات هو جزء من توعية الناس بحقوقهم أولا، وأيضا توعية من يتعامل بإنفاذ القانون بكيفية التعامل مع حق الإنسان. أنا رصدنا بعض الإيجابيات في هذا الموضوع بالتأكيد، يعني من الإيجابيات اللي احنا رصدناها أنه احنا فيما يتعامل مع الموقوفين والمسجونين والمحكومين، نعم، حقيقة خاصة في وقت كورونا، نعم، وجدنا أنه التعامل كان في منتهى الدقة والانضباط، ونسبة الذين تلقوا المطعوم في مراكز التوقيف والحكم أكثر من المجتمع العادي، والمحافظة كانت عليهم حقيقة أنا برأيي وصلت إلى درجة نحن أعطينا شهادة كفاءة في مراكز التوقيف، والدليل أنه الإصابات اللي كانت في السجون قليلة جدا ونادرة، مع أنه حقيقة لو لم يكن هناك انضباط بالتعامل، نعم، مع الموقفين في، نعم، هذه المراكز المحصورة، نعم، والمحددة، نعم، بتكون الإصابات فيها قاتلة وما بيكون في قدرة على السيطرة عليها فيما لو انتشرت. ولذلك احنا بنعتبر هذه النقطة نقطة إيجابية في التعامل مع كورونا في مراكز التوقيف والإصلاح. احنا على فكرة أصدرنا تقرير خاص بالتعامل مع الموقوفين، طيب، مع مراكز الإصلاح، نعم، وأشرنا هذا التقرير وهو تقرير متاح لمن يريد الاطلاع عليه، وأوصلنا للمؤسسات الأمن العام المختصة بإنفاذ القانون، وعقدنا جلسات نقاش مع لجان الحريات في مجلس الأعيان وفي مجلس النواب حول هذا التقرير، نعم، بحضور المختصين من رجال الأمن العام وكوادر الأمن العام، وفعلا أشادوا بالتقرير وموضوعيته وعلميته، وأشاروا إلى أنه الأخطاء التي أشير إليها سوف نعمل على تلافيها، وتعاملهم كان حقيقة في هذه المسألة إيجابي. دكتور حي، المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يشكل إنجازا وطنيا في المئوية الأولى، وإذا ما قارنا المملكة بالدول في الإقليم نجد بأنه تحتل موقعا متقدما في احترام حقوق الإنسان وفي نشر هذه الثقافة التي نأمل أن تنتشر وتزداد وتتسع، يعني عموديا وأفقيا، ولكن نرى بأنه في مطلع المئوية الثانية جلالة الملك شكل لجنة ملكية، هذه اللجنة الملكية هي لتصحيح ولتحديث المنظومة السياسية. الحقوق السياسية جزء من حقوق الإنسان والمواطن في هذا البلد، في حاجة للتحديث. كيف ترون مع اللجنة الملكية للتحديث المنظومة السياسية، كيف ترون السبيل لتحديث منظومة حقوق الإنسان ثقافة، تعليما، تدريبا، ممارسة، مراقبة، رصد؟ أنت سبقتني لما تحدثت عن التدريب فيها، أنا كنت أريد أن أسأل إنه هل يتوقف دور المركز عند الرصد؟ هل يتوقف عند التدريب؟ لما لا يكون هناك حملات تتجاوز القاعة والتدريب والدورة، تتجاوز رجال الأمن إلى كل المجتمعية، إلى التوعية المجتمعية؟ كيف ترون دور المركز في تحديث هذه الثقافة؟ يمكن في مجموعة أسئلة بسؤالك. نعم، السؤال الأول، إحنا حقيقة المركز تضمن مجموعة من التوصيات المهمة في ضوء المئوية الجديدة، وأعتقد من أهم التوصيات اللي حبينا إحنا نبرزها في كل اللقاءات وفي المؤتمر الصحفي بالأمس، نعم، وحاولنا نوصلها أيضا بوضوح إلى
حقي جلالة الملك. نعم. وإن شاء الله نقدر إحنا نوصلها لأكبر عدد من مؤسسات الدولة. نعم. وهي إنه حقوق الإنسان يجب أن نعمل إلى تكون خارطة حقوق الإنسان هي الإطار العام في كيفية التعامل مع تحديث التشريعات والأنظمة. نعم. وأن يكون منظومة حقوق الإنسان هي القاعدة والمنطلق في التعامل في كل القوانين والتشريعات، وأن يصبح حقوق الإنسان والتعامل معه مسألة من جوهر الأمن الوطني ومفهوم الأمن الوطني، النهج الحقوقي الواعي لحقوق الإنسان والمواطنة. نعم، يعني بحيث أنه نفهم أنه الأمن لا يتحقق تماما إلا بصيانة حقوق الإنسان ورفع مستوى الحرية، حريته في التعبير شرط. ويرى المركز أنه الإنقاص من حقوق المواطن والإنقاص من حريته تهديد للأمن، تهديد الأمن، الأمن المجتمعي والسلم الأمن. نعم، يعني الأمن يحتاج إلى استقرار، الاستقرار أن يشعر الإنسان أن حريته مصانة، ويشعر أنه محمي بالقانون وسيادة القانون على الجميع، وأن يشعر أنه قادر على توصيل مظلمته، ويعلم أنه إذا تم محاكمته أن تكون المحاكمة ضمن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذه قضية. القضية الأخرى حقيقة فيما يتعلق باللجنة الملكية التي تم تشكيلها لتحديث المنظومة السياسية. نعم. أنت مع دكتور، أنت أيضا أنت ناشط سياسي. نعم، يعني في الوقت نفسه. وناشط إسلامي. صحيح. وناشط وطني. صحيح. يعني كيف ترون الحقوق السياسية هنا، يعني الاهتمام بها وخاصة فيما يخص الأحزاب، وأنت أمين عام حزب محترم وله فكر الحزب الوطني زمزم. نعم. كيف ترون هذه المواءمة ما بين الحقوق السياسية ودور الحزب والأحزاب في نشر ثقافة حقوقية وطنية؟ يعني احنا حقيقة تبنينا سواء في المركز او في المنظومة الحزبية انه الحياة السياسية لا تستقر الا اذا كان في حرية حزبية حقيقية، وان يصبح المواطنون قادرين على ان ينخرطوا في برامج سياسية مع الكفاءات الوطنية لخدمة بلدهم ووطنهم، وأن يكون الذهاب إلى البرلمان عبر برنامج سياسي. نعم. وأن نقلل من الخندقة الجهوية والانتماءات الجهوية الضيقة. نعم. وهذه لا تصلح في العمل السياسي. نعم. حقيقة، مع احترامنا طبعا لجميع العشائر، واحترامنا لجميع المناطق، واحترامنا لجميع الجهات، وانتمائنا إلها وكل الأطر الاجتماعي. نعم. لكن هذا البرلمان هو برلمان سياسي وتشريعي ورقابي، ولذلك الأصل فيه إنه نكون احنا كيف نوصل إلى البرلمان صاحب الرؤية السياسية وصاحب البرنامج السياسي، ونوصل فريق قادر على تلمس مشاكل المواطنين ولديه الكفاءة والقدرة على حلها. أنا برأيي التجربة العالمية في هذا المسألة هي تجربة الأحزاب السياسية. أنا أعتقد أنه هذا ربما يكون من أكثر النقاط التي تم التركيز عليها في المنظومة، سواء بخطابنا نحن أو بخطاب الأحزاب. وأعتقد أنه فيه تقدم في هذا المجال، وإن شاء الله في الانتخابات القادمة سوف تشهد لأول مرة أنه يكون فيه قوائم حزبية خالصة، وأنه المواطن يذهب ليصوت له صوت باتجاه القائمة الحزبية الخالصة. هذا سوف يرفع مستوى الثقافة والوعي بعمل الأحزاب، وأيضا سوف يحمل الأحزاب مسؤولية تطوير نفسها وذاتها حتى تكون قادرة على تلبية أشواق المواطنين السياسي. إحنا بالنسبة للمركز على فكرة شاركنا بكثافة باللجنة، وإن 7 أعضاء مندوبين في اللجنة زملائنا، وقدمنا مجموعة من التوصيات في كل ما قدم باسم المركز،
ومن التوصيات اللي تبناها المركز على سبيل المثال في الشأن الحزبي في الحق السياسي الحزبي أن لا تكون الأحزاب مدارة من جهة حكومية. يعني ما بيجوز أحزاب سياسية بدها تشكل حكومة أنها تكون تابعة للحكومة أو لوزارة. ولذلك ما هو الحل؟ قلنا الحل أن تكون هيئة مستقلة. طبعا قالوا أنه ممكن أن نكثر الهيئة المستقلة، قلنا فيها الهيئة المستقلة للانتخابات ممكن هي مشكلة أن تكون هي الجهة التي تشرف على ضمان قيادية على تنظيم عمل الأحزاب، حتى تكون مسألة محايلة بعيدة عن تسلط الحكومة. وأعتقد أنه هذه التوصية أخذ بها وسوف تأخذ طريقة نحو البرلمان من أجل إقرارها إن مشى الموضوع في هذا السياق. دكتور، أنت أردني صميم عجلوني، أنت ابن الهاشمية فارة الجميلة. قيل بالأمس في تقرير على عن السعادة في الأردن أن عجلون، أهل عجلون الأكثر سعادة في بلدنا. رؤيتك للسعادة من منظور حقوقي عندنا بالأردن، حق الحياة حق مقدس، حق العمل حق العمل. أنا بحكيش عن إيجاد العمل، لأنه حق العامل قانون العمل بحميه، هو متقدم. في عندنا مشكلة، في عندنا مشكلة، في عندنا، ونتحدث عن حقوق الإنسان، كثيرون يشعرون بأنه يعني تأمين هذه الحقوق هو سبب سعادة. تعليقك، قراءتك لهذا. أولا بالنسبة لمقدمتك، أنا أفتخر حقيقة بانتمائي لبلدتي الهاشمية فارة من مغاريب عجلون، وهذه البلد يعني تمتطي صهوة جبل مطل على أغوار الأردن التي فيها عدد كبير من الصحابة الفاتحين، وهي جزء أيضا من عجلون الجميلة بأحراشها وجمالها وجمال جوها، وهي من أكثر المناطق المرتفعة في الأردن ومن أجمل المناطق. إحنا نغبطهم طبعا. أنا لم أطلع على المعايير التي استندت إليها الدراسة في ترتيب بلدان الأردنية بالسعادة. وعلى فكرة للقدر، أنا بكتب بحث عن السعادة، بحث علمي يعني، وبقارن بين السعادة من وجهة نظر إسلامية مع تقارير الدولية، لأنه في تقرير دولي بصدر عن ترتيب الدول في السعادة. عجلون مصنفة على فكرة من أفخر مناطق الأردن، يعني هذا بدل على أنه السعادة مش مرتبطة بالغنى والثروة. السعادة ربما ترتبط بالراحة والتفاؤل والبحث عن الأمل والقدرة على بناء الذات. أنا لا أدري، ما بقدر أحكم أنا على التقريب مقدار مصداقيته، ولكن أنا سعيد حقيقة أن تكون عجلون اللي هي أكثر المناطق فقرا أن تكون أيضا أكثرها سعادة بنفس الوقت. هذا يعني مؤشر تفاؤل وخير إن شاء الله في المستقبل، لأن تكون يعني أهل هذه المنطقة على درجة عالية من التعليم أولا، وأن يكونوا على مصحوب هذا بالتفاؤل والأمل الذي يحدوهم ببناء بلدهم ووطنهم. وأفضل حقيقة أنا برأيي ما يحقق السعادة في آخر سؤالك، هو كيف جميعا نتعاون على حفظ حقوقنا وحرياتنا ويتقبل بعضنا بعضا، وكيف نعيش معا في بوتقة جميلة بعيدة عن كل ما يغر الصدور، ونبحث عن كل ما يدفعنا إلى العيش بالمستقبل بأخوة وسعادة تحت مظلة القانون ومظلة احترام الإنسان واحترام كرامة الآدمي التي نعتبر أنها جزء من منظومتنا التراثية.
نحن على فكرة منظومتنا في حقوق الإنسان لا نستوردها من الخارج. عظيم. مع أنه نحن نستفيد من أي درجة في التقدم في هذا المجال، لكن نحن لدينا إرث عميق. نعم. إحنا معظم الأنبياء والأديان في منطقتهم. نعم. واللي بنكر يشوف آثار ومقامات الأنبياء وأضرحة الصحابة الموجودة. نحن في الأردن حقيقة بلد العيش المشترك الواحد، قادرين على أن نتخطى الصعاب وقادرين على أن نتخطى آثار كورونا بإذن الله، وأن نسير إلى الأمام، والأمل يحدونا مهما كان درجة الألم أن نستعصي عن الاستسلام للألم وننظر إلى المستقبل بأمل فسيح. والأمل الفسيح جزء من العيش. نعم نعم. الموردي على فكرة ذكر أنه العيش يقوم على ستة أركان: سلطان قاهر، بالأول قال دين متبع وسلطان قاهر وأمن عام وعدل شامل وخصب دائم وأمل فسيح. ولذلك الأمل الفسيح ركن لا يمكن الاستغناء عنه. وأنا في هذا المجال على فكرة، والناس اللي بيحكوا عن الإحباط وعن اليأس، أنا برأيي أن نكثر من الكلام متفائل عن الأمل الفسيح. متفائل، أنا دائما متفائل، ويجب أن أكون متفائل. تفائلوا بالخير، يجب أن نكون متفائل. نعم. رؤيتك المئوية الثانية كيف، يعني بدقيقة، برؤيتك المئوية الثانية كيف ترى حقوق الإنسان، وإيش أمنيتك، إيش أمنية دكتور حي الغرايبة، عالم الشريعة، الناشط السياسي، ورئيس مجلس أمناء المركز الأردن، المركز الوطني لحقوق الإنسان، ما هي أمنيتك؟ أنا أتمنى حقيقة بالمئوية الجديدة، نعم، أن يتمكن الأردنيون من أن يكونوا شركاء في حماية وطنهم وصيانة مقدراتهم. هي واجبات. والحفاظ على حرياتهم. هي واجبات. نعم نعم. لأنه من الواجب نحن ننطلق إلى اكتساب الحقوق. نعم صحيح. يعني نحن حتى نقوم بواجبنا حتى نستطيع الحصول على حقوق، على حقوقنا. نعم. ونصبح دولة القانون والرفاه والسعادة والقوة والمنعة في ظل الهاشميين أولا، وأن نكون جزء من العالم العربي المتحد، ويكون جزء أيضا من العالم الإنساني والأفق الممتد بدون تعارض ودون تناقض، وأن نكون قادرين على تحرير أرضنا المحتلة، قادرين على مواجهة خصومنا وأعدائنا بقوة دون عدوان. نعم. عطوفتك أشكرك، يعني أنت أعطيتنا جرعة تفاؤل وجرعة أمل في هذا الزمن الذي يتوق فيه كما دوما الجميع إلى السعادة. والإنسانية يعني غايتها هي أن يكون الإنسان سعيدا. سيدي، الكرامة الإنسانية تتمظهر في احترام حقوق الإنسان، وهذه الكرامة تكفلها السماء وتكفلها القوانين الوضعية التي تحترم الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان. نحن نتطلع معكم إلى أن تقوى وتترسخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، حقوق الفرد، مع احترام حق المجتمع أيضا، وحقوق الوطن والمواطنة هي التي تتكرس فيها مثل هذه الثقافة. نشكرك على قبول الدعوة لأن نكون معكم اليوم نتحدث عن إنجازاتكم. نحييك ونحيي المركز الوطني، مجلس أمناء وأمانة عامة، بورك فيكم وبورك هذا الجهد. 2020 كانت سنة إنجاز، ونتطلع إلى 2021، إلى 2021 أن تسجل أيضا إنجازا طيبا كما فعلت في 2020 وفي 2019. أحبتنا، تفضل سيدي. أنا في غاية الغبطة يعني في هذا اللقاء، وشكرا على ملامسة هذه القضية الجوهرية، وأعتقد أن
ملامستكم لهذه القضية أن أكون قد ما أسعفني من وقت أن أوضح بعض ما تريدون، ونتمنى حقيقة أنه نتعاون دائما على الملتقيات وعلى ما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. شكرا سيدي، شكرا مجددا. أعزائنا المشاهدين والمتابعين، نشكركم، هذا الشكر ننقله إليكم من المركز الوطني لحقوق الإنسان، هذا الصرح الوطني الأردني الذي يحترم أوامر السماء باحترام كرامة الإنسان، ويحترم هذا الوطن دستوره وعاداته وإرثه وإرادة قيادته. شكرا لكم للمتابعة، وتصبحون على خير، وإلى لقاء في حلقة قادمة مع عين على المشرق. إلى اللقاء.